أنا لاعب تنس أرضي في فريق النصر السعودي، وكذلك لاعب في المنتخب السعودي أندر 16 عاصم الغامدي. اسمي ملك حكيم، لاعبة تنس سعودية وفي النادي الأهلي. عندي هواية ثانية برضو قفز الحواجز اللي هو ركوب الخيل. عمري 15 سنة. أخذنا تقريباً أسبوعين ونص تدريبات. من اللي تعلمنا في تدريبات البول كيدز إنه ما ينفع نخاطب اللاعب، لازم نفهمه بحركات يده وحركات جسمه لما يطالع فينا إيش يبغى أو كيف يبغاه. زي مثلاً عندك الدخول والخروج وكيف تقديم الكرة وكيف تسلمها للاعب. عندك مثال روجر فيدرر، من أكبر اللاعبين في العالم وإذا ما كان الأعظم في العالم. فكانت بداية بول كيدز. أتمنى إن شاء الله لما أكبر أكون لاعبة تنس محترفة.